هي بوركينا فاسو الحقيقه من الدول اللي ما تقدرش تقول ان ليها رصيد او تاريخ كبير جدا في على مستوى الكوره يعني في قاره افريقيا، لكن في العشر سنين اللي احنا عانينا اللي عانى فيهم المنتخب المصري وما زالت المعاناه مستمره، يعني المعاناه ما انتهتش في العشر 12 سنه اللي عانى فيهم المنتخب المصري على مستوى البطولات الافريقيه، كتير ما بنتأهلش وكتير بنخرج بدري بدري، وحتى البطولة لما كانت على أرضنا برضو صيفنا بدري بدري. بوركينا فاسو تقدمت جدا على فكرة في الكورة، يعني ناس كتير ما تتوقع أنها منتخب مش قوي أو منتخب من المنتخبات الـ يعني البسيطة أو الضعيفة، لا الكرة اتطورت جدا هناك، وده النم على شيء فبيدل الحقيقة أنه الناس دي كان عندها رؤية واشتغلت لسنين قدام عشان توصل للمكانة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. مش ما بقتش من كبار افريقيا، لكن الحقيقه كمان عملت طفره وعملت نقله على مستوى الكوره. نتمنى حد بس يكون بيكلمنا على خطط او على رؤيه لمنتخباتنا الوطنيه، مش بس المنتخب الاول، اربع خمس سنين قدام. انا مش عايز اقول لكم 10 سنين، نبتدي بس باربع خمس سنين قدام ونشوف بعد كده يحلها الف حلال. والكلام بقى بما انه الكلام جابنا عن منتخبنا، يبقى لازم نتكلم على ماتش غينيا بيساو وعلى مستوى المنتخب الوطني وعلى احاسيس ومشاعر المصريين وهما بيتفرجوا على المباراة، وخصوصا طبعا في اللحظة اللي دخل فيها الهدف اللي لغاه الفار. الحقيقة يمكن يعني أنا كنت بقول دايما طول عمري منتخب مصر دايما والكرة في مصر دايما مصدر سعادة للمصريين، وعلى الرغم ان احنا فوزنا امبارح لكن السعادة بيتهيألي غابت عند اغلب الناس. يعني العرض اللي قدمه المنتخب امبارح هو استمرار لسلسلة طويلة مش بس مع كارلوس كيروش لكن تمتد إلى ما قبل كارلوس كيروش، لكن فين المفر؟ التغيير هيحصل إزاي؟ هنطلع ونوصل كأس العالم ولا مش هنوصل؟ كلها أسئلة ملهاش إجابات لغاية دلوقتي، وأتمنى إنه عند ضيفي كابتن أحمد صديق يكون عنده إجابة على الأسئلة دي. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير يا صاحبي. منور الدنيا. ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ كويس؟ الحمد لله كله تمام. طب الحمد لله. أبتدي معاك من ماتش إمبارح، الأول احكي لي كده يعني الانطباع العام بعد ما خلص. انت عارف في ماتشات بتخلص المنتخب الناس لدرجه سعادتها انها بتنزل الشوارع وبتحتفل، وفي ماتشات تانية حتى الناس وهي قاعده بتبقى مبسوطه وفرحانه، وفي ماتشات بتبقى فلات وفي ماتشات بتبقى زعلان. حالتك كانت ايه وانت بتتابع ماتش مصر وغينيا بيساو امبارح؟ لا يمكن احنا زي ما انت بتقول يمكن بقالنا كتير ما عشناش اجواء ان الناس مبسوطه لدرجه انه ينزلوا الشارع والكلام ده، يعني بقالنا فتره طويله. يمكن اخر حاجه كانت تقريبا صعودنا كاس العالم. أيوة. ده يمكن المباراه الوحيده اللي حسيت فيها ان المنتخب فرح. لكن بالنسبه لمباراه امبارح طبعا افضل ما فيها هو المكسب بس، الفوز يعني ده افضل ما فيها. غير كده لا، يعني غير كده طبعا لسه عندنا مشاكل موجوده في الملعب، عندنا مشاكل فنيه موجوده. يمكن كل حتى الكلام اللي بيتقال بعد المباراه ان افضل حاجه ان احنا عدينا مرحله الضغط اللي كنا موجودين فيها، المنتخب كان موجود فيها كجهاز فني وكلعيبه بعد مباراه نيجيريا والخساره. لكن بالنسبه لي يمكن شوط اول شوط كويس نسبيا، لكن الشوط الثاني طبعا الاداء كان اقل بكتير جدا. في اسباب طبعا، في اسباب كتيره وجهه نظري ومش عايز اخوض كتير، لكن ممكن يكون هو الراجل كروش عنده قناعات موجوده مش عايز يغيرها، وده مع المنتخب او في افريقيا لا لازم لازم تتعامل بالوضع اللي موجود، يعني لازم تعيش على ارض الواقع زي ما بنقول. يعني هو في دماغه قناعات وفي دماغه تشكيل معين وطريقه لعبه معينه مش عايز يغيرها، ودي صعبه شويه، دي يمكن صعبه. يعني انت امبارح ما بتتكلم، طب انت لعبت عبد الله السعيد امبارح عشان المفروض تلعب 4-2-3-1، لكن انت لعبت عبد الله السعيد وبرده بتلعب 4-3-3، ما عملتش حاجه. يمكن التغيير حصل شويه في الشوط الثاني، فزي ما قلنا يمكن اهم حاجه المكسب امبارح. نتمنى ان شاء الله المباراه الجايه مباراه السودان نشوف اداء ونتيجه افضل من كده ان شاء الله، لان الموضوع صعب، بطوله صعبه في اجواء صعبه وظروف صعبه، فنتمنى التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه. والله انا يعني شايف انه في منتخبات صغيره، وده يمكن اللي يمكن مزود شويه يعني مستوى المضايقه عند الناس. انا شايف في البطوله دي منتخبات صغيره بتقدم بشكل كويس، بتقدم بشكل كويس جدا طبعا. يعني غينيا بيساو اللي كانت بتلعب معانا امبارح لعبت مباراه كويسه جدا طبعا. جامبيا النهارده قدام مالي، يعني ما حدش توقع انه جامبيا تلعب جيم عالمي قدام وترجع في النتيجه وتقدم جيم بالقوه دي. فانت بتتكلم على اسماء ما كانش حد يتوقع انها يكون ليها مردود في البطوله او منافسه، يعني تقدر تنافس على بطاقه تاهل، ورغم كده ظهرت بشخص. سيبك من النتيجه، سيبك من التتويج من عدمه، اكلمك على انه الفريق يظهر بشخصيته، انه الفريق يبقى نازل عايز يعمل حاجه. ده عند اغلب المصريين يعني ما اقدرش اكمل بتكلم باسم الناس، بس ما حسهوش لا في ماتش نيجيريا ولا في ماتش غينيا امبارح. خلينا نتفق ان الكره في افريقيا اتغيرت تماما فعلا، دي حقيقه. يعني بقى في فرق كتير جدا ما كانش على الساحه
لكن بقت موجوده وموجوده بشكل قوي جدا جدا يعني، وفي فرق كتير قوي يعني. لكن لو هنتكلم على منتخبنا، المشكله عندنا احنا يعني، المشكله عندنا احنا، المشكله عندنا حتى احنا من الـ من الـ من الاستعداد للبطوله. لو بتتكلم في بطوله كاس العرب، ده كانت بطوله مهمه جدا انك يعني تعمل تشكيل اساسي او تعمل سيستم لنفسك، لكن انت ما عملتش كده خالص. انت بالعكس، انت نص اللعيبه او اكتر من حوالي 30 40% من اللعيبه اللي انت كنت تاخدهم كاس العرب ولعبوا مش معاك في البطوله او ما بيشاركوش. طب الفكر والهدف كان ايه؟ فانا شايف ان الاعداد بالنسبه لنا ما كانش على مستوى البطوله، وده مأثر لحد دلوقتي بالسلب. لما تلاقي عبد الله سعيد كان بره البطوله موجود دلوقتي، ايوه تريزيجيه كان بره موجود، ممكن نقول تريزيجيه عشان كان من ضمن اللعيبه المحترفه. أيوة. لكن بتلاقي مثلا في ناس اسماء كانت موجوده بتادي بشكل اساسي، قفشه، احمد رفعت بطوله كبيره، حسين فيصل، ايوه في اسماء يعني، اسماء كتيره كانت موجوده في البطوله، وحتى اللي ما راحش البطوله العربيه يعني. في ناس كتير قوي امبارح تقول لك طب يعني انت اخترت مثلا، انا بحب تريزيجيه جدا طبعًا. ومقتنع انه من اهم الاسماء طبعًا. في اللي تبني عليها منتخب مصر في اللي جاي، بس المهم تديله امتى، بس تديله امتى، المهم تديله امتى يعني، انت وعشان ما تظلموش طبعًا. يعني كمان عشان طبعًا. ما تظلموش، لسه راجع من اصابه طويله. فانك تبدا بيه مباراه، اول مباراه صعب جدا. لكن في المباراه اللي فاتت مع غينيا لا ليه شكل، طبعا ليه شكل احسن. وده كان الطبيعي في اول مباراه قدام نيجيريا. ما ينفعش تبدا واحد بقاله 8 شهور لعب تقريبا 10 دقايق بس، هو لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر للمنتخب، لكن امتى اديله امتى؟ ودي اللي يمكن المشكله اللي بنقابلها مع مستر كروش، انه هو في دماغه قناعات هعملها. وده طبعا انا شايف ان ده بيخلي الدنيا الحاله حتى بتاعت اللعيبه والانسجام مش موجود بشكل كبير جدا يعني. مين اللي امبارح يعني، انا كنت بقول اول مباراه فاتورتها يتحملها كارلوس كيروش بنسبه طبعا 95% طبعا، يعني هو اللي يشيل الشيله. امبارح اغلب الناس شافت انه في ظل الغيابات طبعا والاصابات اللي اتعرض ليها المنتخب، دي التشكيله الافضل او الاسماء الافضل للراجل والطريقه الافضل للراجل يبتدي بيها، وقد كان. ورغم كده برضو الناس ما كانتش مبسوطه قوي. خلينا اتكلم على اللعيبه بقى يعني مش عايز بس طول الوقت نبقى ضاغطين على كارلوس كيروش. هو طبعا يعني ما ظهرلوش بصمه او اماره زي ما بيقولوا لغايه اللحظه، لكن في النهايه برضو اللعيبه، انت شايف اللعيبه قدمت المردود اللي يسمح بظهور شخصيه المنتخب؟ ومين كان الافضل امبارح من وجهه نظر احمد صديق؟ هو احنا بس مش عايزين الناس تفهم ان احنا بنهاجم كروش او المنتخب. ليه هاجم براحتك، والناس كلها يعني مصر كلها عايزه تهاجم كروش. بالعكس، احنا بندعم وبندعم بشكل قوي جدا والله. دي حقيقه، لان احنا موجودين في البطوله، وان شاء الله نتمنى ان احنا ناخد البطوله كمان ونوصل لمرحله جايه. بص يا ابو حميد، عشان اكون بمنتهى الصراحه، انا هنا دايما بتكلم مع المدرجات يعني. تمام. لا يعنيني الجهاز الفني، ولا يعنيني اتحاد الكوره، ولا يعنيني اي حد. تمام. من المسؤولين على المنظومه، انا كلامي مدرجات مع الناس ومع لا الجمهور. وهو امر واقع، هو الناس كلها شايفه كده. امبارح الناس كلها يعني اغلب الاراء الجمهور يعني بتقول لك احنا عايزين مدرب وطني، وفي اسماء يعني مطروحه بشكل واضح وصريح. شكرا كارلوس كيروش. يعني سيبك من قصه الدعم والدبلوماسيه والكلام ده، احنا بنتكلم كوره دلوقتي. الراجل جه سي في محترم على عيني وعلى راسي، اسم كبير، مسك منتخبات، وصل كاس عالم، درب في اليونايتد والريال، لكن مع المنتخب معانا مش شايفين له اماره. الناس بتقول كده. بص، لو هنتكلم عن مباراه امبارح يعني، التشكيل كتشكيل، التشكيل انا ما عنديش مشكله، ممكن يكون في ظل الغيابات اللي موجوده ده افضل تشكيل، لكن الفكره مش في التشكيل، الفكره في طريقه اللعب اللي لعبنا بيها. ايوه يعني زي ما بنتكلم، ليه ما لعبش 4-2-3-1؟ عندك عبد الله سعيد موجود يقدر يلعب الفرقه بشكل كويس. اوكي، انت قفشه ما ضمنتش قفشه، اوكي مفيش مشكله. ايوه، ودي طبعا من ضمن السلبيات اللي موجوده. لو عبد الله اتصاب النهارده ملوش طبعا. ما هي الفكره يا احمد، ان هو ليه سيستم معين هيلعب بيه خلاص، وهو تقريبا اكبر سيستم الكبير في دماغه، الاتجاه بالنسبه له في الخطه او في التكتيك، انه بيلعب 4-3-3. ده واضح بنسبه كبيره جدا يعني. على فكره بنسبه 4-3-3 كتير من الصحف الانجليزيه يعني مش عارف اقول، مش لاقي لها وصف الحقيقه يعني، اقول ايه على ماتش نيجيريا، قالت لك اغرب طريقه في التاريخ 5-5-0، انه لعب يعني. سيبك من موضوع المراكز كمان، انه جاب صلاح راس حربه وانه ودى مصطفى، لكن تلعب بطريقه 5-5-0 دي كان مصدر او مثار تهكم زي ما بيقولوا كده في الصحف. ما هي المشكله يا زحمه كمان في الافراد اللي تلعب بالطريقه دي،
طيب انت اسمح لي اسمح لي كابتن احمد، هرجع لك مره ثانيه. معنا طبعا الهداف التاريخي للمنتخب السوداني علي جاجارين، طبعا واحد من نجوم النادي الهلال السوداني. بمناسبه الكلام عن مواجهتين مرتقبتين او ثلاث مواجهات مرتقبه، عندنا طبعا مصر السودان في بطوله امم افريقيا، وعندنا الاهلي مع اشقائه طبعا الهلال والمريخ السوداني في بطوله دوري الابطال. كابتن علي مساء الخير، ويسعدنا ويشرفنا انك تكون موجود معنا في سادسه. شكرا كثير. انا حقيقه يعني اكثر سعاده واكثر تشريف بهذه الفرصه اتحدث عليكم عبر هذه القناه، هذه القناه الشهيره وهذه القناه التي احبها واحب الفريق الذي تتكلم باسمه يعني. شكرا لك كابتن علي. خليني بدايه ابتدي معك بالمباراه الاقرب والمباراه اللي تهمنا، طبعا مصر والسودان يوم الاربعاء في بطوله امم افريقيا. ما زال المنتخبين بالمناسبه عندهم فرص في الحفاظ على حظوظهم في التأهل، ازاي بتشوف المباراه وازاي بتشوف كمان استعدادات المنتخب السوداني اللي قدم مباراه الحقيقه لازم اشيد بالمستوى اللي ظهر بيه قدام نيجيريا؟ حقيقه يعني كل المباريات التي تجمعنا مع الاخوه في شمال الوادي مباريات محببه الى نفوسنا، لاننا نقابل منتخب منتخب كبير يعني منتخب باسم كبير خالص الحمد لله. فانا اعتقد انه مثل هذه المباريات لها يعني دوي كبير جدا جدا في الاعلام، الاعلام الرياضي. والفريق الحقيقه اللي ينتصر في هذه المباراه يكون ينتصر في مباريات تاريخيه، لانه اللي يقدر ينتصر على المنتخب المصري انا بفتكر ده يعني فريق كبير جدا جدا. يعني حتى انه يستطيع ان ينتصر على المنتخب المصري بكل ما فيه من قوه، بكل ما فيه من جبروت، وبكل ما فيه من تاريخ يعني. الفريق المصري بيلعب باسم كبير بالمناسب، حتى ولو لم يكن في الفورما يعني معظم لعيبه المنتخب المصري حتى لو ما كان في الفورما، لكن في هيبه وفي خوف من ملاقاه الفرقه المصريه بشكل عام يعني، حتى وعلى بالذات المنتخب المصري. المنتخب المصري فريق ما سهل، فريق يعني احرز البطوله لمده 7 مرات في هذه كاس الامم الافريقيه. فريق يعني عنده بصمته، عنده مكانته، عنده هيبته. فدائما المباريات بتكون يعني حساسه، مباريات كبيره، والفريق اللي بيلعب ضد المنتخب المصري دائما بيلعب بويل شديد وبخوف ورهبه. انا افتكر ان شاء الله يعني ان شاء الله بين احنا يعني اللي يلعب احسن هو اللي يكسب ان شاء الله. تقييمك بشكل عام للبطوله كابتن علي ازاي بتشوف حقيقه من الناحيه الفنيه يعني ومن الناحيه التنظيميه كمان؟ من الناحيه الفنيه يعني من ناحيه مستويات المنتخبات، الكوره اللي بتتلعب فيها رايك فيها، ومن الناحيه التنظيميه برضو بتشوف الى اي مدى نجحت الكاميرون لغايه دلوقتي في يعني تقديم بطوله قويه؟ انا اعتقد يعني الكاميرون بكل امكانياتها وبكل ما عليها من ميد كروي ايضا في هذه البطوله نظمت بطوله يعني منظمه، يبدو انها بطوله راغيه ومغطاه ومنظمه جدا جدا. وانا شاهدت الاستعدادات اللي تم فيها الليك، وشاهدت حتى صالات الاعلام اللي معموله في الاستعدادات لكل الصحفيين، وامكانيه الوصول بسهوله اعلاميا لكل الدول عبر هذه المنصه الاعلاميه. افتكر يعني الكاميرون نجحت نجاح كبير جدا في توفير يعني بيئه صالحه جدا لاقامه امم افريقيا بشكل راغي يعني. ومن الناحيه الفنيه ايه المنتخبات اللي لفتت نظرك؟ مين المنتخبات اللي ترشحها للتتويج بلقب بطوله الامم النسخه دي، نسخه الكاميرون؟ والله اقول لك بكل فرح، انا كلاعب كوره اقول لك يعني المستويات الفنيه بتاعت الفرق اللي شاهدتها كلها يعني اقل مما كنت اتوقع حقيقه، انا اقول لك بكل فرح. وبالذات المنتخب المصري اقول لك يعني انا شاهدت المنتخب المصري في بطوله كاس العرب، منتخب مصري قدم بطوله على مستوى عالي جدا. انا بشاهد المباراه الاولى لعبت المنتخب المصري مع الفريق النيجيري، فاستغربت جدا واندهشت جدا لمستوى المنتخب المصري امام فريق النيجيري يعني حقيقه يعني كان المنتخب كان اول حاجه في اسماء جديده، طريقه اللعب اختلفت، الحماس والتكنيك وتبادل المراكز، وبعدين الحميميه في اللعب ذات يعني حميميه في اعطاء الباصات واللعب والحركه والوجوه المستنيره. انت لما يجيبك لاعب كوره مصري قريب من الشاهق بيشوفوا ثقه بالنفس ويشوفوا الفرحه بانه هو بيلعب بيأدي في مباراه على مستوى عالي جدا من الامكانيات. لكن الحقيقه المباراه مع الفريق النيجيريا انا خذلتني والله بكل صراحه اقول لك، انا ما كنت اتوقع ان المنتخب المصري يؤدي مباراه، بدات مباراه حقيقه يعني دون المستوى المنتخب المصري عاده بيلعبها يعني. لكن المباراه الثانيه اللي اتلعبت اول امس يعني حقيقه مع غينيا بيساو
المنتخب تحسن كثير جدا والاداء تحسن كثير جدا جدا, جداً. وانا افتكر وجود سوليه في المنتخب مهم جدا, لانه وجود سوليه في المنتخب بيديه دافع كبير جدا جدا في في في, في التكنيك وفي الحركه من والى والكوره الشامله يعني. فانا صحيح وفرق معانا كثير امبارح. خليني كابتن علي اخدك شويه للكلام عن دوري الابطال. والحقيقه مواجهات الاهلي والفرقه السودانيه الهلال والمريخ يعني واحدة من اللقاءات الدربيات اللي ليها تاريخ طويل, واعتقد انت شخصيا يمكن كان ليك يعني مش بس مواجهات ومنافسات مع النادي الاهلي, لكن كمان ارتبطت بعلاقات قوية جدا مع كتير من نجوم النادي الاهلي ومنهم كابتن محمود الخطيب نجم النادي الاهلي ورئيسه الحالي. انا اقول لك بكل صراحه, انا كابتن فريق الهلال وانا احب الاهلي المصري, فريق الاهلي القاهري جدا. ايوه وعلاقتي قويه جدا مع كابتن محمود الخطيب, وحتى لما بنراسل بعض مع الواتساب عندنا مراسلات, كابتن مصطفى يونس مع كابتن جري الشطه, يعني صداقه قويه جدا, غير خلافات اخرى مع فاروق جعفر وحسن شحاته ولعيبه اخرين يعني. فانا علاقتي معهم حميده جدا. علاقتنا مع شمال الوادي وجنوب الوادي علاقات قويه, وهي علاقات ازليه طبعا, دائما لا نفكر في من ينتصر في مثل هذه المباريات حقيقه. العلاقات دائما جميله ونقدم مباريات جميله, العلاقات والروابط دائما في احسن احوالها ودائما طيبه الحقيقه, بصرف النظر عن المنافسه اللي بنتحط فيها سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه, لكن تظل العلاقات والروابط في منتهى القوه الحقيقه كابتن علي. بالتاكيد هذا بالنسبه لاننا دائما في كل المباريات التي نلعبها مع المنتخب المصري سواء كان على مستوى المنتخب او على مستوى الفرق. ويمكن من حسب معلوماتي اعتقد فرقه الهلال دلوقتي بتعمل معسكر في القاهره. نعم هي رجعت من القاهره, لكن المريخ موجود في القاهره الان. ايوه اهلا وسهلا, دايما بلدهم الثاني. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علي, طبعا جاجارين نجم وهداف المنتخب السوداني الاول ونجم نادي الهلال السابق, شكرا جزيلا. يعني معلش كان مهم جدا نتكلم مع كابتن علي على مواجهه مصر والسودان, وهكلمك طبعا كابتن احمد على ماتش مصر والسودان وايه المنتظر منه قبل ما نروح للاصعب, لانه الاصعب قادم لا محاله. بس اسمح لنا هروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع كابتن احمد صديق نجمنا وضيفنا في السادسه بعد الفاصل. مره ثانيه بنرجع لحضراتكم مع نجمنا كابتن احمد صديق اللي بطبعا بجدد الترحيب بيه, ويمكن الكلام يمكن مع كابتن علي على ماتش السودان ياخدنا لاخطاء او يعني مشكلات ماتش غينيا اللي لابد من تفاديها في سيناريو السودان. تتوقع بدايه ان الراجل يبدا بنفس الطريقه ونفس التشكيل, ولا في عندنا غيابات طبعا هتكلم عليها, لكن الطريقه والتشكيل اللي يتكرروا في ماتش السودان, ولا هيبقى في اختراع جديد من مستر كيروش؟ والله احنا ماشي مع مستر مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل, لكن بنسبه كبيره ممكن يكون اقرب نفس التشكيل بنسبه كبيره يعني. وانا شايف الناس حتى ادت العجز اللي موجود في ظل الغيابات اللي موجود بشكل كويس يعني. حتى لو تتكلم مثلا على ايمن اشرف طبعا لعيب كده عنده الخبرات. طب ما تبتدي لي بعمر كمال كده بقى, يعني بما انه باك يمين, انت لعبت في فتره كانت الباكات اليمين في مصر تحتار تاخد مين ولا مين ولا مين. النهارده احنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا, ويعني يعني بندور وبنحاول نلاقي, وغياب اكرم طبعا اثر يعني بشكل كبير. طبعا في البدايه طبعا بيقول اكرم يعني الف سلامه عليك وان شاء الله ترجع اقوى واقوى من الاول ان شاء الله, واحنا عارفين عندك العزيمه الكبيره اللي ان شاء الله تخليك انك ترجع بسرعه, ودي من اهم الحاجات اللي ان شاء الله تعجل برجوعه باذن الله. ان شاء الله اتكلم مع عمر كمال, انا شايف انه ادى بشكل كويس يعني. يمكن من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في المباراه وهو لعيب كويس. وبعدين اتكلم على حد كمان ما عندوش الخبره الكبيره, لكن ماتش واثنين وثلاثه بيجي طبعا طبعا هو لعيب كويس وامكانياته كويسه, ادى بشكل كويس, ادى المطلوب منه, لان حاله المنتخب نفسها صعب ان حد يدخل فيها ويؤدي فيها بشكل كويس. يعني بتتكلم على لعيب لسه ثلاث اربع ماتشات دوليه في ظل ان المنتخب نفسه حالته الفنيه مش عاليه, احسن حاجه طبعا بتبقى صعبه جدا, وانه يظهر بشكل كويس. فانا شايف انه من اللعيبه اللي ادت بشكل كويس جدا. ان شاء الله نتمنى الماتش السوداني يا رب تبقى بدايه, يعني ما نقدرش نقول ماتش غينيا طبعا بدايه انك عديت نقطه نيجيريا اللي كانت مأثره بالسلب على الجهاز الفني وعلى اللعيبه وعلينا احنا كجمهور حتى. هو انت لسه عندك يعني متمسك باملك او حلمك بانك انت توصل لبعيد في بطوله امم افريقيا, ولا بعد العرضين دول بعد غينيا ونيجيريا الامال تراجعت شويه؟ هو طبيعي جدا الاداء اللي شفناه وخصوصا مباراه نيجيريا يخليك طبعا تبقى ما اقدرش اقول الثقه, لكن يعني ان انت ما عندكش يعني القدر من الثقه ان انت توصل لمرحله بعيده. لكن طبعا كلنا امل في اللعيبه وفي الجهاز طبعا ان شاء الله يقدروا يطوروا من ده ويتفادوا. ما عداش عليك في مره
حاله التراجع العنيفه في المستوى، ويحصل مره واحده كده يعني نقله نوعيه، يحصل شيفت كده تخلي الامور تختلف تماما 180 درجه؟ لا وارد جدا في الكوره، وارد جدا طبعا. الثقه بس لازم الجهاز يساعد. يعني انا كنت اتمنى كمان ان الكابتن ضيا والكابتن ومحمد شوقي وكلهم دور، لان هم عارفين لعيبه المصريين بيحاولوا والله. يعني اللي واصلني انه الناس بتحاول جدا مع الراجل، لكن الراجل في النهايه متشبس دايما برايه. يعني هو انا عارف ان البرتغاليين، يعني انت متوقع مثلا، متوقع من غير معلومه، من غير ما يجي لك معلومه من اوضه اللبس، متوقع انه حد من الجهاز الفني كان موافق على الطريقه وعلى توظيف اللعيبه اللي احنا لعبنا بيه ماتش نيجيريا؟ لا اكيد لا طبعا. ده اللعيبه نفسها غالبا ما كانتش مقتنعه. لا طبعا، يعني لان اصعب حاجه في الكوره انك تفاجئ اللعيب بمركز غير مركزه، وخصوصا مش هيفيد المنتخب في حاجه. يعني معلش انا ليه العب بصلاح فيروز صريح مثلا؟ طب اوكي هلعب صلاح فيروز صريح، خلاص ما العبش مصطفى محمد، العب حد تاني، العب حد جناح، العب زيزو مثلا ايا كان. وبعدين تيجي مثلا في المباراه اللي فاتت بتنزل زيزو. طب زيزو لعيب كويس ولعيب مهم، بس شو اكتر شغل لزيزو راجل بيلعب على الطرف اليمين، فشغله اكتر شغل اوفرات كتير او كروسات كتير. يعني معنى كده انه عايز راس حرب يلعب بدماغه كويس. نزلت زيزو وخرجت مصطفى محمد، طب نزل زيزو يعمل كروسات لمين؟ يعني حاجات معينه كده في توظيف اللعيبه انا شايف انها مؤثره كتير جدا جدا بالسلب على المنتخب. يعني اتمنى ان شاء الله من مباراه السودان الموضوع يختلف، واتمنى ان الجهاز المساعد يبقى له دور، لانه هو حافظ اللعيبه اكتر بكتير جدا من مستر كروش، لانه عارف اللعيبه المصريه وعارف حتى تفكير اللعيب المصري. ممكن في اوروبا ان انا النهارده اوظف لعيب غير مكانه وارد، لكن في اللعيبه المصريه محتاجه، لا محتاجه ان انا اشتغل عليها كتير قوي. أيوة. ان انا عشان اوظفك في مكان فلازم اعودك عليه تمرينه واثنين وماتش واثنين عشان تقدر تادي فيه بشكل كويس، وخصوصا انت عندك اللعيبه عندك البدائل، يبقى ليه اوظف؟ يعني ليه اوظف لعيب غير مكانه طالما البديل موجود؟ يعني انا عايز العب هوف رايت مثلا، ليه مصطفى محمد لو هلعب صلاح فيرويد خلاص يبقى عندي زيزو؟ يعني تركيبات كده معينه نفسي افهم فكر مستر كروش من كاس العرب، وهي باينه للامانه، يعني هي باينه جدا من بطوله كاس العرب. يعني محمد عبد المنعم مره باك يمين، ايمن اشرف مره نص ملعب، لا كتير، حاجات هتلاقي كتير جدا. يعني احنا نتمنى ان احنا نعدي كل النقاط دي ان شاء الله، بان احنا ان شاء الله يبقى مباراه السودان ان شاء الله اداء ونتيجه كويسه، ونبدا نفكر بقى في المباراه الصعبه اللي بتتكلم بعد كده. طبعا الموضوع صعب نوع. جدا بعد كده. طبعا الونش مين افضل من وجهه نظر احمد صديق؟ لا هو محمود علاء ولا عبد المنعم؟ هو اللي واضح كده ان عبد المنعم، لان عبد المنعم هو الاقرب. يعني هو لعب المباراتين اللي فاتوا، كان اول تغييره في المباراتين، فهو الاقرب اكيد بنسبه كبيره يعني. ومع عمر كمان موجود اكيد، وايمن اشرف برضو، لان هم ما فيش بدائل ليهم. بتتكلم في نص الملعب شكله بنفس الطريقه برضو السوليه، وبيأدي بشكل كويس للامانه. يمكن عودته فرقت كتير مع المنتخب، لان هو اللعيب بيبقى بنسبه كبيره حلقه الوصل بين نص الملعب المدافع ونص والمهاجمين، فيعني وبيعملها بشكل كويس قوي، اسيست جميل للماتش امبارح. فبنسبه كبيره التشكيل قريب من المباراه اللي فاتت. يعني ايوه، هو مركز الباك اليمين يعني في فتره من الفترات كده كنت بفتكر كان دايما يقول لك المنتخب المصري فيه ازمه مهاجمين. تمام. النمره 9 ده مشكله. اعتقد دلوقتي ما بقاش فيها مشكله، يعني عندك سواء اللي موجودين او اللي جايين مبشرين بشكل كبير جدا. لكن الباك اليمين النهارده انا بشوف مثلا انه بعد طبعا هاني، طبعا باد لك، يعني هاني قدم موسم السنه اللي فاتت اكتر من رائع، ووصل لفورمه عاليه جدا، الاصابه بعدته شويه طبعا. فلجأت لمين؟ لجأت النهارده لما تبص على اثنين الباكات اليمين واخدهم منتخب، مش اكرم توفيق اساسا هاف ديفندر، وعمر كمال راجع جاي من جناح راجع ورا باك يمين. هل المركز ده فيه مشكله من وجهه نظرك كابتن احمد؟ لا انا شايف ان ما فيهوش مشكله، يعني خصوصا ان في محمد هاني موجود، واللعيب عنده من الخبرات الكافيه انه يبقى موجود في المنتخب، ولعب دولي قبل كده. في برضه بتتكلم، يعني ما هو انت بتتكلم حتى لو بتجهز لعيبه اللي بعد كده، انت عندك كريم العراقي مثلا لعيب المنتخب الاولمبي اللي برضه لعب اولمبيات ولعب بطوله افريقيا، فموجود يعني موجود عندك اكتر من حد. هي الفكره كلها ان انت مقتنع بمين او عايز تلعب مين. فانا شايف ان كان اكرم للامانه كان بيبقى صعب جدا برضه ان حد يتواجد واكرم موجود، يعني لولا الاصابه كان ممكن اكرم يفضل يلعب لفتره طويله جدا في المكان ده، وكان اقرب واحد ليه من وجهه نظري كان ممكن برضه يبقى محمد هاني. بتكلم في عمر كمال بيأدي بشكل كويس، لكن ما ينفعش عيب ان احنا نقول في المنتخب في مكان ناقص او في مكان في مشكله. بتتكلم في منتخب، بتتكلم في دوري موجود، مش معقوله في اكتر من 16 18 فرقه موجوده في الدوري الممتاز ولاعيبه محترفه، يبقى عندك مشاكل في مراكز معينه. فعشان كده بيبقى صعب قوي ان انا اخد لعيب
في مركز غير مركزه، ده منتخب. لو نادي اقول لك اه انت عندك 20 30 لعيب، بتبقى مجبر انك تشتغل بال 30 لعيب دول، لكن انت منتخب مصر كل يوم او كل اسبوع عندك دوري شغال طول الاسبوع. أي. فسهل جدا ان انت يعني تختار اللعيبه اللي بقى كل واحد في مركزه. هل تعتبر انه من الظلم او من القسوه انك انت تحكم او تقيم اسم بحجم كارلوس كيروش، خصوصا انه الراجل جه ما كانش عنده الوقت اللي يتابع ويقيم ويختار بالشكل الكامل، ودخل على تصفيات كاس عالم، دخل بعدها على بطوله كاس عرب، دخل بعدها على بطوله كاس افريقيا، فما خدش المساحه انه يشتغل. يعني انا برضو هطرح حتى وجهات النظر اللي ممكن تبقى يعني مختلفة أو متنوعة. يعني هل شايف أنه الراجل لسه ما نقدرش نقول أنه خد فرصة كاملة وبالتالي ما نقدرش نحكم عليه بشكل سليم؟ هو طبعا كلنا متفقين أنه اسم كبير جدا في عالم التدريب، والسي في بتاعه كبير جدا. وجهة نظري يعني، وأكيد ده وجهة نظر الشارع المصري كله، أن الفكرة كلها مش أنه خد فرصة ولا لا، الفكرة كلها في توظيف اللعيبة. يعني لو أكبر مشكلة بتقابلنا كجمهور، لو هنعتبر نفسنا من الجمهور، يعني أكبر مشكلة بتقابلنا هو توظيف اللعيبة. يعني هي دي اكبر مشكله موجوده في المنتخب. بالعكس انا لو بالفكر اللي موجود بس كل واحد في مكانه، وانا ممكن الموضوع يتلاشى باقل من كده بكتير جدا، لكن هو مصمم على شكل معين، مصمم ان كل مباراه شريف بدل هو فيرود سترايكر صريح، لا ممكن مره راحت الرايت مره راحت الليفت. صعب يعني، صعب جدا. يعني لعيبه كتير، عشان مش هنقعد نقول، لو ذكرنا هنذكر كتير جدا. ايمن اشرف بتتكلم انه سيرد باك او باك ليفت، أيوة. يديله مباراه في نص الملعب ديفندر ليه؟ حاجات كتير. يعني ازاي قفشه مش موجود في المنتخب؟ يعني من علامات الاستفهام الكبيره جدا جدا جدا. احمد رفعت، طب كنت واخد البطوله ليه؟ هو ادى بشكل كويس قوي قوي جدا بصراحه. يعني حاجات كتيره كده. فلو شايف وجهه نظري، لا انا شايف ان مش المشكله انه خد فرصه او لا، الوقت كافي ولا، بالعكس الوقت كان مساحه كبيره، كان عنده بطوله كاس العرب دي مهمه قوي قوي لو هو فعلا محتاج انه يعمل تشكيل مثالي، لكن هو ما عملش كده خالص. فانا وجهه نظري انه شايف اكبر مشكله بتقابلنا هو تثبيت التشكيل او توظيف اللعيبه بشكل اكبر. مع ولا ضد استمرار كارلوس كيروش بصرف النظر عن نتائج منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه قبل ما نوصل للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم؟ والله احنا يعني نتمنى الاستقرار، لان انت داخل على بطوله، على مباراتين مهمين جدا هم كاس عالم او الصعود لكاس العالم يعني. لكن وجهه نظري لو فضل الفكر ده موجود ووصلنا لمرحله في بطوله افريقيا والفكر ده لا موجود، لا يبقى وجهه نظري يبقى الافضل ان يبقى في تغيير للجهاز الفني. تغيير للجهاز الفني لو فضل الفكر موجود، فكر ان انا كل يوم او كل مباراه بتشكيل وكل مباراه توظيف لعيبه بشكل مش مناسب، يبقى الافضل يبقى التغيير من وجهه نظر افضل. بس اكيد بقى اكيد يعني بعد كاس الامم الافريقي طبعا طبعا. خلاص يعني، ويا رب ان شاء الله الدنيا تمشي كويس. نتمنى والله ان يعني هو يستوعب ويبقى الجهاز المساعد ليه دور في انه يوجه الراجل للطريق الصح، وان الدنيا تمشي كويس ان شاء الله، ونوصل لكاس الامم ان شاء الله للنهائي ونكسب البطوله يا رب. طيب. ان شاء الله. اسماء ترى انه يجب على الجهاز الفني للمنتخب الوطني التفكير في ضمها لقائمة المنتخب قبل المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، يعني بعد بطولة أمم أفريقيا. في أسماء كانت تستحق التواجد في بطولة أمم أفريقيا طبعا، وتم استبعادها طبعا. ومين عنده حق أو يعني لابد من وضع اسمه في الاعتبار وأنت بتروح لمرحلة أخيرة من تصفيات كأس العالم؟ يعني وجهة رقم واحد بالنسبة لي أفشة، رقم واحد طبعا طبعا. يعني بتتكلم برضو على محمد هاني، واكيد هيبقى ليه دور بعد اصابه اكرم. احمد رفعت انا شايف انه كان بيقدم بشكل كويس قوي قوي يعني. ممكن بقى كمان انت بتتكلم كمان يعني مثلا واحد زي احمد عبد القادر بدا، لو فضل ماشي بالشكل ده اكيد هيبقى ليه دور مع المنتخب. لو فضل ماشي بالشكل ده هيظهر معاك مع الوقت لعيبه في الانديه، لان الدوري برضو مع كاس الرابطه اللي موجود ده هيظهر لعيبه كويسه. لان كمان انت يعني انت كجهاز فني انت اللي اديت الحق للعيبه انها تطمع ان انا عايز اكون موجود في المنتخب. يعني انت اللي خدت لعيبه جديده، وانت اللي اديتهم ماتشات رسميه وادوا بشكل كويس، فانت اللي اديت الحق للعيبه دي ان انا افكر ليه ما بقاش موجود في المنتخب. فاتمنى الفتره الجايه ان شاء الله، بس خلينا مركزين قوي في كاس الامم. أيوه. ربنا يكرم ان شاء الله. وكلنا بالعكس احنا مش بنهاجم ولا حاجه، احنا عايزين استقرار، وعايزين ان شاء الله ان احنا ناخد كاس الامم الافريقيه، عشان حتى بقى لنا فتره طويله قوي احنا
رقم واحد في افريقيا كلها في عدد الالقاب. فنتمنى ان شاء الله البطوله دي تبقى من نصيبنا ونوصل لمرحله فيها كويسه يا رب ان شاء الله. لو بتوصل رساله للجهاز المعاون لمستر كارلوس كيروش تكون ايه الرساله دي؟ كابتن ضياء، كابتن محمد شوقي، وكابتن وائل جمعه طبعا. يعني طبعا انتوا كلكم اسماء كبيره جدا، واتمنى ان يبقى لكم دور. هو تصادف انه يعني طبعا كلهم اسماء كبيره، لكن منهم اسماء يعني البطوله دي بالنسبه لهم كانت العاديه، كان العادي صحيح انه مصر العادي على طول. طبعا والحضري، بتتكلم عن الحضري كمان. حضري طبعا. انا بقول لهم انتوا اسماء كبيره يعني جدا، يعني ناس عندها خبره في البطوله. طبعا انا بقول لهم انتوا اسماء كبيره جدا، اتمنى ان انتوا فعلا يبقى لكم دور. وانا اعرف عنهم ان هم شخصيات كلهم محترمه جدا، واكيد اكيد بيتكلموا، لكن اللي انا عارفه عن وبالاخص كمان البرتغاليين كمان بيبقى دماغهم في الكوره ناشفه شويه، يعني هم ليهم راي بنسبه كبيره يبقوا مصممين. لكن اتمنى ان هم يبقى ليهم دور كجهاز مساعد، لان هم اكتر درايه باللعيب المصري، واكتر درايه كمان باللعيبه الموجوده على الساحه حاليا. يعني اتمنى يكون ليهم دور اكبر من كده ان شاء الله في المنتخب. يعني السودان ماتشه شايفه ازاي؟ شايفه الاسهل في المجموعه؟ شايف فرص مصر فيه ازاي؟ شايف الطريقه والتشكيل الامثل من وجهه نظرك في مباراه الاربعه ان شاء الله؟ لا طبعا مباراه بالسهل، مباراه قويه جدا. مباراه السودان برضه هقول لك انا لسه عندي حظوظ، هو حظوظ السودان الوحيده انها تكسبك يعني توصل لاربعه بونت، وبالتالي ممكن تخش كافضل توالد. طبعا ما التعادل مش في مصلحتها، الخساره لا هو المكسب، هو المكسب بس اللي في مصلحتها. واحنا عارفين الديربي برضه، لان برضه السودان بنقول عليه ديربي عربي او افريقيا عربي، ديربي وادي النيل، وخصوصا ان هم كمان الامانه عملوا مباراه كويسه قدام نيجيريا يعني. ايوه حقيقي. لكن ان شاء الله احنا المفروض ان احنا يبقى لنا ان شاء الله الافضليه في الاداء ان شاء الله وفي النتيجه باذن الله، ونعدي المباراه دي وان شاء الله نفكر في اللي بعد كده، وان شاء الله الاداء يتحسن ان شاء الله كل المباراه اللي بعدها باذن الله. الطريقه والتشكيل الاقرب ليها جينيا بيساو، ولا تحب تلعب بطريقه نيجيريا؟ يعني لا، نيجيريا دي ما حدش يحب انه يشوفها خالص تاني للمنتخب ان شاء الله. وان شاء الله مش نشوفهاش تاني. لكن انا ارجح طريق مباراه السودان دي يبقى نلعب 4-2-3-1، ودي الطريقه الافضل لينا مع العناصر اللي موجوده. لو هتتكلم على التشكيل، اكيد الشناوي، عمر كمال، محمد عبد المنعم، احمد حجازي الامانه بيأدي بشكل كويس قوي قوي، محافظ على فورمته ما شاء الله. يعني الشناوي كمان مقدم طبعا 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 ما شاء الله. يعني الشناوي كان بطل امبارح ما شاء الله، يعني على الاقل في مباراه في نهايه المباراه كده واحده كده شال كام واحده كده طبعا يعني. وايمن اشرف باك ليفت، ويعني لو هتسالني بس هو اكيد هيعمل غير كده. يعني لو هتسالني انا اقول حمدي فتحي والسوليه، ايوه، وقدامه عبد الله السعيد، وتريح النني ده. يعني بس انا وجهه نظري، يعني شايف انني مستواه في البطوله مش يعني هو عنده افضل من كده. يعني هو اكيد عنده افضل من كده، لعيب كبير وعنده افضل من كده. لكن انا شايف المباراه دي بقى حمدي فتحي والسوليه، عمر السوليه، وقدامه عبد الله السعيد، عمر مرموش، صلاح، ومصطفى محمد. مصطفى محمد، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. وفي النهايه الحقيقه يعني اذا كنا بنتكلم او بننتقد او في وقت من الاوقات ممكن نكون بنهاجم، احنا هدفنا المنتخب، مصلحه المنتخب المصري، والى حد كبير برضو جزء من دورنا ان احنا نوصل صوت الناس وراي الناس. دي الحاله العامه في مصر، في حاله عدم رضا. اتمنى راضيين عن النتيجه، ولسه الحقيقه الاداء احنا لسه ما جيناش، ونتمنى انه الماتش بتاع السودان يطمن المصريين على الاهم. المصريين دايما عينيهم على بطوله كاس العالم. اللي شايف مش عارف تتفق معايا يا كابتن احمد ان لسه عندنا رغم سوء الحاله وسوء الاداء عندنا، لكن أمل. شايف لسه عندنا امل وعندنا طبعًا. فرصه طبعا ان احنا طبعًا. نوصل كاس العالم طبعا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ده الهدف الاكبر طبعا يعني. ايوه، لكن مش عايزين نقلل ابدا من بطوله افريقيا، بالعكس يعني بطوله مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق فيها، وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله مباراه السودان دي تبقى البديل بدايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مين منتخبات عجبتك في البطوله؟ لو اتفرجت على يعني طبعا شفت اكتر مباراه يعني، لكن انا شايف ان نيجيريا من فرقه كويسه جدا جدا. قبل البطوله دي ما تبتدي، لما تم الاعلان عن التصنيف بتاع كاس العالم كله، قعد يقول لك يا رب نلعب نيجيريا. بالظبط كده. لكن بعد ما لعبنا نيجيريا في بطوله افريقيا لا خلاص مش عايزين نقرب ناحيتها. انا كنت بقول كمان انه الحقيقه باستثناء نيجيريا ومصر يعني الخامس والسادس، المنتخبات اللي هي من السابع للعاشر مقدمه بطوله حلوه جدا والله. يعني 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 كوت ديفوار والكاميرون ومالي طبعًا. لعبه بطوله كويسه جدا، فرقه كبيره. بس انا زحمت ان المشكله فينا احنا. أيوة. احنا اللي ادائنا غير يعني غير الطبيعي او غير المتوقع. يعني حتى لو تتكلم على مباراه نيجيريا، لا احنا ادائنا كان غير المتوقع تماما يعني. فالمشكله عندنا احنا، ان شاء الله مع التوفيق باذن الله
ان شاء الله ان شاء الله الاداء يتحسن ويبقى مش عندنا مشكله احنا نلعب اي حد ان شاء الله. مين مرشح؟ انت فرقه كبيره، انت مين مرشح للقب؟ كبير يعني. مين مرشح للقب؟ وكابتن علي وهو بيقول لك، وده حقيقي يعني، اذا كان الاحساس ده عند المنافسين ما بالك بينا احنا. طبعا اللي يقول لك اي حد بيلعب المنتخب، المنتخب المصري ليه هيبه، اي حد بيلعب المنتخب المصري بصرف النظر عن حالته وعن مستواه طبعا بيبقى حاسس انه بيلعب واحد من كبار افريقيا. ده الطبيعي يعني، بس احنا مش حاسين بده لعبتنا. انا واصلني احساس انه لعبتنا مش حاسه بده. الاداء يخلينا نقول كده. انت نزلت يعني ايام الجيل الذهبي يعني قدام البرازيل. طبعا اداء ولا كنت انت البرازيل يعني لو ما فيش الثقه جوه اللعيبه والاحساس بان انك بجد تقدر. بس هي الثقه تيجي منين؟ الجهاز الفني هو او المدير الفني هو اللي بيوصل الثقه دي للعيب. هو دي النقطه. انا كلاعب مش هيوصل لي الثقه دي ان انا هنزل اكسب او ان انا احسن من الفرقه اللي انا بلعبها غير من الجهاز الفني. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. انت منتخب كبير، انت المفروض انت يعني افضل فرقه في افريقيا، ده الطبيعي. انت معاك محمد صلاح كمان يعني، هو احنا كنا بنتكلم عن منتخب كمنتخب يعني ما ذكرناش صلاح اللي هو يعني من احسن الثلاث لعيبه في العالم دلوقتي. ده المفروض انه بيديك اضافه قويه جدا جدا جدا، لكن للامانه احنا ما حسيناش بده كله خالص. نتمنى يا رب ان شاء الله مباراه السودان تبقى البدايه للمنتخب ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اخدك شويه لكاس الرابطه. بكره عندنا مباراه الاسماعيلي. بدايه شفت ماتش الجون، كاس الرابطه بطوله مفيده وازاي نحقق الـ يعني اكبر استفاده منها من وجهه نظرك؟ انا شايف انها بطوله مهمه جدا للامانه، وخصوصا بعد بدايتها حسينا بقيمتها. يعني خلينا نتفق على كده. أيوه. يعني انت في الشهرين دول كنت الانديه ما كانتش تلاقي حاجه تعملها، اللعيبه كنا بنمل يعني. احنا بيجي علينا بطوله افريقيا دي بتقعد شهر ونص او شهرين تقريبا بتمل من القعده من الماتشات الوديه. أيوه. لكن بطوله مهمه جدا. انا شايف ان الناس كمان بتديرها بشكل كويس قوي. شايف ان في فرق كتير قوي هتستفاد منها. يعني لو بتتكلم عن النادي الاهلي انا شايف انه استفاد بشكل كبير قوي. انت لما بتلعب مباراه زي مباراه الجونه تقريبا حوالي 9 او 10 لعيبه كلهم لعيبه صغيره، دي استفاده كبيره جدا. وتقريبا كمان السكور بتاع بكره ان شاء الله في عدد كبير جدا حوالي كلهم تقريبا 18 يعني تقريبا لاعب داخل عليهم. وليد بره القائمه اللي لسه عنده شويه الف سلام عليك يعني. الف سلام كابتن وليد. اللي داخل معاهم عمار، واللي داخل معاهم حسام حسن وكريم فؤاد ومحمود وحيد يعني تقريبا يعني بتتكلم في تقريبا حوالي محمد محمود في القائمه. انا قلت القائمه في بدايه الحلقه يعني هتتكلم يعني في اقل حاجه 15 16 لعيب من الناشئين. ودي حاجه كويسه جدا. دي حاجه تثبت ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي. يمكن انا سعيد في وجودي ان انا موجود في القطاع بقالي سنتين، وده المتوقع ان كمان والفتره الجايه هتلاقي لعيبه كمان من القطاع، لان الناس في القطاع او مجلس الاداره مركز بشكل كبير قوي مع القطاع بقاله اكتر من سنتين. انا متواجد فيهم كابتن خالد مع الراجل كابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو طبعا مع مستر مايكل بيأدوا بشكل كويس قوي وكل حاجه محسوبه للامانه. فطبيعي جدا او ده الطبيعي انك تلاقي العدد ده موجود في الفريق الاول. ويمكن زي ما بنسمع او زي ما بنشوف ان بدا يجي عروض كتير قوي للعيبه، وده هو الحقيقه كلهم يعني كلهم مش عايز اظلم حد، مش عايز في بعض العناصر المميزه جدا. وانا اتكلمت على الولاد دول في تاني يوم يعني بعد الماتش، لكن كلهم الحقيقه خامات كويس يعني. ما اقدرش اقول يعني انت معلش انت دول كمان بتتكلم ممكن يكون على فرقه او فرقتين يعني. دول هتتكلم تقريبا ممكن يكون فرقه 2001 و2002. طب في 2003 انا على فكره لما بشوف حاجه كده يعني الى حد ما بتعاطف مع الولاد دول، لانه كمان عشان تاخد فرصه تلعب فيرست تيم في نادي زي طبعا حجم الاهلي صعبه جدا، بتبقى صعبه جدا. بس انت بجد كويس يعني، انت العشرة دول كلهم يستحقوا كلهم يلعبوا فيرست تيم. بس انا اكيد انه لا يعني لو خدت اتنين خدت ثلاثة بالكتير منهم يبقى كتر خير الدنيا، فاهم؟ بس في النهايه ده نادي بطولات، وده الطبيعي، وده ما هو من افضل السياسات اللي موجوده لمجلس الاداره يعني سياسه الاعارة اللي موجوده بقى لها حوالي سنتين ثلاثه وجايبه ثمارها بشكل كبير جدا. ايوه يعني يمكن انا من سنه كده واكتر من كده كانت ناس زعلانه قوي ليه الاعارة كتير قوي ويسمحوا بعدد معين للاعارات تقريبا. كانت ناس بتطلب كده، لكن بالعكس ليه ما افتحش الاعارة زي ما تدي فرصه للعيبه. انت بتتكلم على عندك رجالك حوالي اربع او خمس لعيبه كانوا اعاراتهم كلهم رجع، عمر حمدي واكرم قبل كده، ويعني هتلاقي عدد كبير قوي. فانا شايف انها فرصه كويسه للولاد دول. المكسب والخساره في حساباتك في ماتشات كاس الرابطه؟ انا بالنسبه لي يعني، واكيد برضو النادي الاهلي يعني. احنا متعودين حتى في النادي ولو مباراه وديه لازم اكسب يعني، ده الطبيعي. لكن هي فرصه كويسه للعيبه، فرصه كويسه للجهاز كمان انه يشوف انه
يقدر يشوف انه احتياجاته من اللعيبه الشباب او الناشئين اللي موجودين فرصه كويسه. بتمنى لهم التوفيق وان شاء الله بكره يظهروا بشكل كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واعتقد انه في اسماء ممكن جدا تاخد فرصتها مع الفيرست تيم. خليني قبل ما طبعا اختم حلقه النهارده بمناسبه ان احنا بنقرب من كاس العالم، شركه النادي الاهلي للخدمات الرياضيه قدمت الحقيقه اعلان عن تنظيم عدد من الرحلات، وان شاء الله باذن الله نكون مع بعض في يعني لو لينا عمر ولينا حظ نكون موجودين مع الاهلي في ابو ظبي نتابع بطوله كاس العالم. شركه الاهلي خدمات الرياضيه عملت كذا بروجرام الحقيقه لجماهير النادي الاهلي اللي عايزه تسافر وتشجع النادي الاهلي في بطوله بتبقى واحده طبعا من الذكريات التي لا تنسى. كل بطولات الاهلي مهمه، لكن كاس العالم بيتهيألي بالنسبه لنا بقى في حته ثانيه لوحده خالص. فيعني في اكتر من بروجرام معمول، في بروجرام 10 ايام 9 ليالي شامل بقى كل حاجه، تذاكر الطيران، البي سي ار، التامين الطبي، الاقامه، الانتقالات من الاوتيل من المطار للاوتيل ومن الاوتيل لملعب المباراه والعكس، شامل كمان تذكره المباراه الاولى للنادي الاهلي. وفي بروجرام تاني ده هيكون اقل شويه 7 ايام 6 ليالي، وشامل برضو نفس الحكايه، الترانسفير من المطار للاوتيل ومن الاوتيل لملعب الماتش، وشامل تذكره الحضور، وشامل التامين الصحي، وشامل الاقامه، وشامل تذكره المباراه. فيعني وطبعا كل البطولات بتاعت الاهلي اللي جايه ان شاء الله هيكون في رحلات زيها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا زحمه، شكرا جدا، الله يخليك. وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، هنتابع مع بعض اليومين اللي جايين طبعا استعدادات لمباراه السودان، وكل التوفيق لرجالتنا بكره شبابنا ان شاء الله في مواجهه الاسماعيلي في كاس الرابطه. على كل خير، نتقابل ان شاء الله على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لحضراتكم.